نروح مع حضراتكم لموضوع تاني، والحقيقة انه تم الاعلان من قبل وكالة الفضاء المصرية انه في اطلاق لقمر صناعي من الصين نهاية العام ده. ايه اللي بيحصل وايه التفاصيل دي وليه ممكن يكون اطلاق هذا القمر الصناعي مهم، وايه استراتيجية دخول مصر في هذه الصناعة واهمية امتلاك مصر ايضا لهذه الاقمار الصناعية، لانه ده مش القمر الصناعي الأول، وإيه هو نوعه؟ هنعرف مع حضراتكم كل التفاصيل من دكتور محمد العراقي عضو مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، وقيمة وأهمية امتلاك مصر لهذه الأقمار الصناعية وهذا القمر على وجه التحديد وأهم تفاصيله. مساء الخير يا فندم، بداية أتقدم لحضرتك والقائمين على هذا المنبر بالشكر والتي تعكس اهتمام بالفضاء وتكنولوجيا الفضاء. هذا القمر اللي هو نكسات اختصار ل اكسبيرمنتال ساتلايت او القمر الصناعي التجريبي، هو القمر الاول لسلسله من برنامج الاقمار التجريبيه. والاقمار الصناعيه زي ما احنا عارفين بتقسم يعني على حسب المهمه أو على حسب الارتفاع اللي هي بتتواجد فيه أو الوزن. هذا القمر بيبقى في مدار قريب من الأرض ووزنه تقريبا 65 كيلو جرام، وتم تصنيعه بالشراكة مع جهة ألمانية. والقمر دوت تبرز أهميته من ان الجانب المصري في مشارك بنسبه فيه. فنسبه مشاركه الجانب وكاله الفضاء المصريه في هذا القمر بتقترب من ال 40%، وهي بتشتمل على البرمجيات بالكامل تم تطويرها في وكاله الفضاء المصريه. اعمال التجميع والتكامل والاختبار ايضا تمت في الوكاله، وكذلك التنسيق للإطلاق مع الجانب الصيني. طب دي نقطة مهمة جدا يا دكتور محمد، عايز اتوقف مع حضرتك عندها، مسألة انه 40% من يعني صناعة هذا القمر وكلت لكوادر مصرية، وهنا نقدر نتكلم عن مزيد من الخبرة بيكتسبها كل العاملين في هذا المجال في مصر. بالضبط، والقيمة الحقيقية لهذا القمر تحديدا هو بناء كوادر مصرية قادرة على التعامل مع تكنولوجيا الأقمار الصناعية وتكنولوجيا الفضاء، وأيضا بناء بنية تحتية قوية في الوكالة. يعني أعمال التجميع والتكامل والاختبار كانت بتتطلب معامل، بتتطلب أجهزة، بتتطلب تدريب كوادر، ده بالفعل تم في الوكالة. واحنا دلوقتي اصبحنا قادرين على الانتاج او التعامل مع تكنولوجيا هذه الاقمار، ومستهدف ان احنا نرفع النسبه دي في القمر الثاني باذن الله. عظيم، لكن هذا القمر نكسات ماذا يضيف لمصر او المجالات المستخدم فيها؟ بالضبط، المستخدم النهائي هو طرف مهم من دورة المشروع الفضائي. يعني الجزء المرئي هو القمر الصناعي، ولكن القمر الصناعي ده بيقعد في المدار فترات تتراوح من 6 أشهر إلى 5 سنوات لو هو مدار قريب من الأرض. في خلال هذه الفترة بيمد المستخدم ببيانات أقمار صناعية أو خدمات. هذا القمر بالتحديد هو قمر مخصص لأغراض الاستشعار من البعد، ومزود بكاميرا بدقة تقترب من 5 متر، وهي يعني هتبقى الفايدة الأساسية منه هي التقاط صور من الفضاء للمصر، وبالتالي هنقدر يبقى عندنا حصر للمنتجات الزراعية، للامتداد العمراني، التعديات على الأراضي الدولة. كل هذا يمكن مراقبته من الفضاء لمساحات شاسعة لا تستطيع الأنظمة الأرضية أنها تتعامل مع هذه المساحات. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد العراقي عضو مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.